الصوره اسك اند انسر بين الجيتار والاوركسترا مش كده بام بام تاتا بام 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 الجيتار دي كانت برضو بصمته الخاصه الايقاع حتى نحن سافرنا كثير لدول كثيره جدا عشان نمثل السودان ومشينا المانيا وفرنسا واسبانيا في رحله واحده 40 يوم دي كانت صعبه ونحن كم 40 نفر تخيل يعني I remember Sudan in the 70s and the early 80s there was music on every corner of every street in Khartoum of the people, this is the spirit of the people. I think that it's a long time for people to get to know Sudan.